السلام عليكم، اهلا وسهلا في قناتكم وقناتي. فيديو اليوم حضرت فيه الكسكسو خديت الذره وكما كتشوفوا في درتها في هذا في صحن او في اناء ورشيتها بكاس ديال الماء وخليتها ترتاح تتشرب هذاك الماء. خديت الذره وكما كتشوفوا كما كتشوفوا امامكم عندي البرمه، حطيت فيها الدجاج، البصله ديجا، حتى انا البصله كنوجدها من قبل، ديما كنديرها في الفريكو، كنوجدها وكنقطعها وكنديرها ديما في الفريكو موجوده عندي. حطيت الطماطم، القزبر، معدنوس، التوابل اللي هي الملحه، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، نتوما الا كان عندكم السمن تقدروا تزيدوا السمن، انا ما عنديش. المهم هاد المكونات كاملين كنخليوها كتشحل لمدة 10 دقائق. طبعا كتزيدوا الجزر، كتزيدوا الحمص، الفول حتى هو، وكتخليو هادشي كامل كيتشحر لواحد المدة 10 دقائق. هاد المكونات هذه ملي كتشحر مدة 10 دقائق كنمرقوها بالماء، ومن بعد كنعملو هذاك الكسكسو اللي رشيناه بالماء. انا يا الكسكسو كنديرلو 3 تفويرات. التفويره الاولى كنرشو غير بالماء وكنعملو في البرمه، التفويره الثانيه كنزيد الخضره اللي انا عملت، يعني انا درت الباذنجان ودرت القرعه ودرت، كانت عندي بطاطا حلوه اللي عندي في الثلاجه درتها حتى هي في الكسكسو، ودرت هذا سميتو الفلفله، كان عندي فلفله حاره على حسب الاذواق للناس اللي ما كيحملوش، يعني ما كيبغيوش الفلفله في الماكله، مهم عندهم الحريه. تقدروا تزيدوا بطاطا، تقدروا ديروا يعني هذاك الشيء، يعني الكسكسو بعض المرات كيكون صباح خضاري وكيكون بعض المرات اكثر كاع من سبع الخضاري، يعني على حسب امكانياتكم، على حسب الكميه ديال الناس، الناس اللي غادي شحال الناس غادي ياكلوا الكسكسو، على حسب القصعه ديالكم واش كبيره ولا صغيره. وشنو بغيت نقول لكم، كندير انا الكسكسو كنديرو 3 تفويرات. التفويره الاولى كندير غير بكاس الماء كنخليه يرتاح، ومن بعد كنفتتو كنحركو بيدي، كنحيد كل الكويرات، كنفتتو بالكويرات كنفتتو مزيان، ومن بعد كنرشو التفويره الثانيه كنرشها بالزيت والماء وكنحركها، وكنحركها بالباطن ديال اليد ديالي باش كديك الحبيبات ديال الذره تشرب الماء. وكنخليها عاوتاني تبخر التبخيره الثانيه فوق البرمه، كنخليها لمده تقريبا نقولوا 20 دقيقه او 30 دقيقه. ومن بعد كنفرغها في الاناء وكنرشها بكاس الماء وكنحركها بيديا حتى كتشرب هذيك الماء، وصافي كن كندير ليها مليحه. وكان
كتشوفوا هنايا، من بعد التفويره الثانيه زدت الخضر، القرعه والبطاطا حلوه، ولا كان عندكم الكورجيت وهذا الكروم يعني تزيدو حتى هو، لان هادو ما كيطلبوش مده كافيه زعما كبيره في الطياب، يعني كيطيبو دغيا دغيا، هذاك الشيء علاش كنزيدوهم من بعد التفويره الثانيه. هذه اللي كتشوفوا قدامكم تقريبا التفويره الثالثه والاخيره، ومن بعد غتشوفوا بانني كيفاش كنهيئ الكسكسو في القصعه، وكيفاش كنحضروا الشكل النهائي. وكنتمنى لكم الصحه والراحه، والكسكسو يعني طريقه سهله للتحضير ديالو، وكنتمنى لكم شهية طيبه، وشكرا على المشاهده، ولعجبكم الفيديو ديروا